إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والكلام في هذا الدرس يدور حول المنهج الذي تلقاه الصحابة رضوان الله عليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في تلقي العلم. كيف تلقوا هذا الدين؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قامت عندهم البراهين أنه رسول مبعوث من رب العالمين، جاء بالوحي الصحيح والدين الصحيح، واستقرت هذه العقيدة في قلوبهم، ولأجل ذلك تحملوا لأجلها المشاق العظيمة ومن اطلع منكم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما وجده من المتاعب هو وأصحابه في نشر هذا الدين وترسيخ هذا الدين، عرف أنه لا يتحمل ذلك إلا من ترسخ الإيمان في قلوبهم وخالط بشاشة قلوبهم، ولهذا وجدوا له حلاوة ولذة مهما حصل، لأنهم يعرفون أنه في ذات الله وفي سبيل الله. فقام عندهم البرهان بل البراهين بأن هذا الكلام هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حميد حكيم. وقامت عندهم البراهين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمين على وحي الله، وأنه بلغ هذا الدين كما أراد الله عز وجل. ولهذا الطريقة التي ساروا عليها هي المنهج المنهجية في تلقي هذا الدين. وبعض المؤلفين يسميها مصادر التلقي. ما هي مصادر التلقي؟ هل كان في زمانهم في زمانهم ثقافات منتشرة وعلوم وكتب ونحو ذلك؟ أعرضوا عن هذه كلها ولم يلتفتوا إليها، لأنهم يعلمون أن الحق الصراح هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت تجاورهم دولة الفرس ودولة الروم وغيرها من الدول الذين لهم شبه كتاب محرف اختلط حقه بباطله، ولهذا لم يلتفتوا لهم البتة، وعرفوا أن هذا الدين الخاتم فيه كل الخير، ومن أراد الهدى
فإنه يسير عليه. هذه الطريقة التي ساروا عليها، وهي طريقة الاستدلال والحرص، غاية الحرص على الكتاب المبين وعلى سنة سيد المرسلين. ولذلك أشار المؤلف هاهنا بقوله: ثم إن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أهل السنة والجماعة فرقة من الفرق أم هي أمة؟ هي أمة، لأن الفرق شاذة ومنحرفة، كما مر معنا في حديث الافتراق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فأول ما سأله الصحابة عن هذه الفرقة الناجية، ما قالوا عدد لنا الفرق، وإنما قالوا: من هي يا رسول الله هذه الناجية السعيدة التي تنجو؟ من هو؟ ما طريقتهم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمراد أنهم يتلقون الدين من الوحي، لأن المراد ليس أنهم الذين يأكلون الطعام الذي يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يسكنون في البيوت التي يسكن فيها، ولا يركبون الإبل التي يركب فيها، وإنما المراد بهذا هو هذا الدين الذي هم عليه، على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فإذا نظرنا إلى الذي هو عليه وأصحابه، ما فيه إلا القرآن والسنة، ما في شيء ثاني، لم يستدع كتب، وكان بإمكانه أن يرسل مترجمين يترجمون له من الثقافات الموجودة والمنتشرة من الكتب ونحو ذلك، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتيه الوحي فيقرأه على الصحابة، ثم يصلي بهم به، ثم يفسره لهم، ثم يعلمه قوم منهم للآخرين، حتى لا يتعلمون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، لأن العلم ليس مجرد ثقافة يحفظونها، وإنما كيف يفهمونها وكيف يطبقونها. 10 آيات يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، كيف يفهمونها وكيف يطبقونها. فهذا هي الطريقة التي ساروا عليها. وإذا قيل الطريقة هنا ليس كما تسمعون من الطرائق التي عليها بعض الفرق التي تسمى الطريقة الختمية والطريقة كذا والطريقة، هذه طرائق في التعبد مخترعة، لا، ليس هو المراد بذلك، وإنما المراد المنهجية التي سار عليها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وألزمهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فطريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، اتباع آثاره. والأثر ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم،
وباطنا وظاهرا، بمعنى أنهم يعملون به ظاهرا ويعتقدونه في قلوبهم باطنا، وتعلموا الاعتقاد والعمل من الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع سبيل السابقين. هنا تكلم عن توسع بالكلام عن المنهجية، يعني الصحابة اتبعوا القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفهموه ثم نقلوه، ومن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة فإنهم اتبعوا طريق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وأنتم تعلمون المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون هم الذين هاجروا من ديارهم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هاجروا من ديارهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليتعلموا منه وليجاهدوا معه وليساعدوه على أمره، هؤلاء هم المجاهدون. وتركوا أموالهم وأهليهم لأنهم يرون الدين أغلى من المال والأهل. ثم هيأ الله لهم قوم في المدينة يسمون الأنصار، من الأوس والخزرج، هم الذين كانوا يقطنون في المدينة وما حولهم من القبائل من جهينة ومن التحق بهم، فصاروا أنصاراً لهؤلاء. وهؤلاء الأنصار شاركوا المهاجرين في أموالهم وسدوا جوعهم وسدوا خلتهم وساعدوا في الجهاد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ساعدوه إذا احتاج، فكان للأنصار منائح من الغنم يهدون حليبها للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يهدون له من تمر نخيلهم لأن المدينة بلد ينتشر فيه النخيل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومدحهم الله عز وجل بالإيثار وأنهم يتحملون المشاق في سبيل ذلك. ولعلني أذكر لكم حادثة واحدة لتدرون حجم الإيثار الذي كانوا يؤثرون به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان أحد المشركين حفر حفر حول المعركة فسقط فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآه الكفار وجاءوا لقتله، فأحاط بهم الأنصار، أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله لا تشرف، يعني لا تشرف للسهام، فنحري دون نحرك، فصدوا عنه فقتل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع، حتى مات سبعة من الأنصار كله لصد السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية الإيثار والتضحية بالنفس، غاية الإيثار والتضحية بالنفس، رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم أهل السابقة الأولى الذين قام هذا الدين العظيم على أكتافهم. ولكم أن تتخيلوا لما جاءت قبائل من قبائل العرب وقالت فينا إسلام انتشر، وهي خدعة، وقالوا نريد يا رسول الله أن تبعث معنا من يفقهنا
في الدين، فصدقهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعث 70 رجلا من خيرة الصحابة، من القراء، من حفاظ كتاب الله، 70 رجلا بعثهم، فذهبوا، فلما وصلوا إليهم أحاطوا بهم وغدروا بهم وقتلوهم جميعا، ولم ينجوا منهم إلا رجل. ولذلك تسمى سرية القراء، وهذا هذه التضحية العظيمة والتي تعتبر في عرف الناس الآن نكبة كبيرة، ولم تثن الرسول صلى الله عليه وسلم عن التضحية، ولم تثن الأنصار عن التضحية، وجلهم من الأنصار، كان جل هؤلاء القراء كان من الأنصار. فحق لأهل السنة والجماعة أن يتابعوا المهاجرين والأنصار، وذلك بتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهو أوصاهم بسنته، الطريقة التي سار عليها في العلم والدعوة والجهاد، ولذلك ساروا عليهم، هذه سنته ظاهرا وباطنا، هذه سنته. لأن بعض الناس يظن المجرد حفظ، أن يحفظ السنة فهذا على سار على سنته، لكن هؤلاء فهموا هذه التضحيات التي يرونها أمام أعينهم هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيمان ظاهرا وباطنا والعمل هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لكن الخلفاء الراشد هذا الكلام قاله في زمنه، والخلفاء لم يأتوا بعد، قالوا هو على قيد الحياة، فقال: عليكم بسنتي. ولذلك هم اقتدوا من البداية، لأن هذا الخطاب موجه لهم، ليس الكلام هذا الكلام موقف العمل به حتى يكتمل الخلفاء ثم يأتون بسنتهم. ولذلك هنا الشيخ وفقه الله لما شرح الموضوع قال: هل قال بعض من الناس فهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أن الخلفاء الأربعة المجمع على رشدهم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، مجمع على رشدهم من الخلفاء الراشدين، فظن أن المراد ما أجمعوا عليه، ومعنى ذلك أن هذا الخطاب لا يتوجه للمسلمين حتى ينتهي عصر الخلفاء الأربعة ثم ينظرون فيما أجمعوا عليه، ثم بين أن هذا الفهم ليس هو المراد، وأن الصحابة كانوا من البداية يلتزمون بما يراه الخليفة، فلما تولى الخلافة أبو بكر كانوا يسيرون على سنته، ولا شك أن سنته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس له سنة يرونها مخالفة، ولو رأوا شيء يحتاج إلى استفسار فإنهم يستفسرون. ولذلك ما سار عليه أبو بكر رضي الله عنه فهو من الدين، ومن ذلك الموقف المشهود العظيم الذي وقفه لما ارتد العرب ومنعوا الزكاة، لما ارتد العرب ومنعوا الزكاة
وأراد بعض من الناس أن يخرج الزكاة من الإسلام ويقولون هذه الزكاة لا نسلمها، نصلي ونكمل هذا لكن الزكاة لا نفعلها. وقف وقفة رجل حازم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. ولذلك استفسر عمر رضي الله عنه وقال كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فبين له أن لا إله إلا الله لها نواقض، ليس كل من قال لا إله إلا الله يعصم دمه، وهذا أمر مجمع عليه، فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، ما نفعتهم لا إله إلا الله لأنهم نقضوها. ولذلك كما مر معنا في أكثر من درس أن من استهزأ بدين الله فإنه لو قال لا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم يقولون لا إله إلا الله ويقرؤون القرآن، بل والذين قالوها كانوا معه في الغزوة، كانوا يسيرون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما تلاعبوا بدينهم واستهزأوا بكتاب الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء ضد التعظيم، فهم نقضوا ركن الدين وهو التعظيم، تعظيم الله، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم الشريعة، ما تعرض للاستهزاء والضحك واللعب. فكذلك شرح الله صدر عمر لما فعله أبو بكر، ثم أجمع الصحابة على فعله. فلذلك كان المسلمون يتابعون أبا بكر ويسيرون على سنته في قتال المرتدين وفي رد الناس إلى حظيرة الدين، ولا يشترط في المرتد أن يقول أنا بطلت في الدين ما أبغى الدين، هذا واضح ما في إشكالية، لكن أحيانا العدو الخبيث الذي يقول أنا معكم في الدين وهو يهدم الدين، وهو يهدم الدين ويهدم أساسيات الدين. ولذلك قال الله عز وجل عنهم هم العدو، هذا هو العدو الصحيح، هم العدو. فالصحابة تلقوا من أبي بكر هذه السنة العظيمة، وهي حماية هذا الدين، حماية هذا الدين بحيث يقبلون الدين كاملا، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالدين ما دام أنه اكتمل لا يحتاج إلى زيادة، يعني لو جاء رجل وقال أريد أن أزيد على الظهر ركعة، بس ركعة، بدل 4 ركعات أخليها 5، أنا في مصلحتكم أجتهد في مصلحتكم، هل تقبل منه؟ ما تقبل أبدا. ولو أراد أن ينتقص منها ركعة فإنها لا تقبل منه. ولهذا كما جاء في الحديث هنا أنه حذر عن محدثات الأمور، يعني لا بد أن نقبل هذا الدين كما جاء وكما تلقاه الصحابة غضا طريا، ولا نقبل فيه لا زيادة ولا نقص، ولا نقبل فيه عبث العابثين. هذا منهجهم. إذن هم ما لم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فإنهم قاموا بسنة أبي بكر ثم قاموا بسنة عمر
ثم قاموا بسنة عثمان، ثم قاموا بسنة علي. كل ما جاء الخلفاء هؤلاء بسنة، وإن كان أحيانا يظهر فيها اختلاف عن التي قبلها، يعني مثلا في عثمان لما رأى الاختلاف في القرآن جمع الناس على المصحف، ولذلك يقال المصحف العثماني، يعني المصحف الذي جمعه عثمان، فساروا على هذه السنة، وهي سنة مباركة لإيقاف التلاعب في القرآن. فالله عز وجل نفع به كما نفع بأبي بكر في حرب المرتدين، فالله عز وجل نفع به في جمع القرآن. كذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قاتل الخوارج وقاتل البغاة، وله طريقة في قتال الخوارج وله طريقة في قتال البغاة، والناس أخذوا هاتين الطريقتين من سنة هذا الخليفة الراشد الذي فرق بين قتال الخوارج الذين خرجوا على منهج أهل السنة والجماعة وكفروا مرتكب الكبيرة وقاتلوا المسلمين، وبين البغاة الذين يخرجون على الحاكم ولا يكفرون، وإنما يقاتلون يريدون طمع الدنيا أو نحو ذلك. فإنه قاتلها، وأحياناً يكون لهم تأويل، يخرج أقوام ولهم تأويل ولهم اجتهاد في خروجهم، فهؤلاء يناقشهم ويكشف الشبهة التي تدور عندهم ويحاول الإصلاح بينه وبينهم. فهؤلاء الذي قال هم إخواننا بقوا علينا، إخواننا بقوا علينا، وليس هذا القول لأجل الخوارج، فإن الخوارج أمرهم واضح، كلاب وأهل النار، وأمرهم واضح للصحابة واتضح له الأمر، لكن الذين بغوا عليه وقاتلوا كان لهم اجتهاد. وأظن في الدرس السابق أو الذي قبله مر علينا ما موضوع ما شجر بين الصحابة من الخلاف، والطريقة السلفية الصحيحة في مثل ذلك، وهو عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، انتهت القضية، طوي التاريخ، لا تنظر فيه. والذي يريد أن ينبش ويبني عليه قضايا فهذا صاحب فتنة. الذي يريد أن ينبش ويحيي تلك الحروب وتلك المآسي ويتكلم ومن المخطئ ومن المصيب، كما يفعله المستشرقون وأذناب المستشرقين الذين ينبشون في التاريخ ليفهموا الناشئة أن الرعيل الأول من الصحابة أهل مطامع وأهل دنيا، وأنهم يفعلون كيت وكيت وكيت، والله عز وجل قد عصمهم من ذلك وأكرمهم بذلك. وإن كان مر معنا أن الصحابة ليس لهم العصمة، العصمة للرسل ليس لهم عصمة، يعني إذا وقع أحد منهم في الخطأ فيقال أخطأ، لكن لا يؤخذ من خطئه طريق للتشهير بالصحابة، ولا يؤخذ من خطئه تهوين فضيلة الصحبة، لأن فضيلة الصحبة، ولذلك كما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا في هذا الكتاب، قال لهم حسنات عظيمة كبيرة جدا وتمحو، وهذه من التي تمحو الذنوب، يعني لو وقع منهم أحد في ذنب فإن الله قد أكرمه بالصحبة، والصحبة قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فهذه تكون سيئات مغمورة في بحر
فضائلهم وصحبتهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا يطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من في قلبه غل أو فساد يريد أن يخرج من هذه النوافذ الخبيثة إلى تفريق الأمة أو إلى التشكيك في هذا السند العظيم الذي نقل لنا الكتاب والسنة. ولهذا الشارح جزاه الله خيرا فرق بين مسألتين، مسألة الاتباع ومسألة التقليد، مسألة الاتباع ومسألة التقليد. فمسألة التقليد أنك تثق في شخص وتسير على طريقته محبة له وثقة فيه، وهذا يحصل من الذين ليسوا من أهل العلم المتعمقين، مثل الذي يقلد الشافعي أو يقلد الإمام أحمد بن حنبل أو يقلد غيره من الأئمة، يرى هذا العالم جليل ويرى أن هذه المسألة هو لم يحط بفروعها وأدلتها فهو يقلده، هذا يسمى تقليد. وأما الاتباع فهو فهم، وقال إن السلف فهموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، فهذا الفهم الذي فهموه هو اتباع، يسمى اتباع ولا يسمى تقليد. يعني ما تقول أنا أقلد أبي هريرة أو أقلد فلان أو أقلد فلان، لا، إذا جاء بلغك الدليل وفهمت معنى الدليل فأنت متبع للدليل، تسير على الدليل. ففرق بين المسألتين، مسألة التقليد ومسألة الاتباع. وبين أن أصول الدين لا يجوز التقليد فيه، أصول الدين يعني لأن هذا عقائد. فأنت الآن مثلا لو قال عالم أن فيه جنة ونار كذا تقلد، لا لابد أنك أصول الدين تتبع وتعرف الدليل وتفهم أركان الإيمان أركان الإسلام هذه أنت. أما التفاصيل في الفرعيات فإنه قد لا يتسنى لك أنك تجتهد في كل مسألة أو لا تدرك دقائق هذه المسألة. أما أصول الدين فلا تقليد فيه، وإنما اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو أيضا أشار إلى منهجية عند الصحابة، وهي لأنهم عرفوا أهمية السنة. ولذلك لماذا سموا أهل السنة ولماذا سموا أهل الأثر؟ لأن هذه أسماء تطلق على أهل السنة والجماعة، يسمون أهل السنة ويسمون أهل الأثر ويسمون أهل الحديث، هذه كلها تطلق عليهم. يعني إذا قيل لك قالوا أهل الأثر فالمراد بهم الصحابة والتابعون، إذا قيل أهل الحديث فالمراد بهم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم. فهو يعني بيّن بأن هؤلاء أهل أثر وليسوا أهل تقليد، وإن الأثر ينقسم إلى حديث صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر صادق عن صحابي جليل أو تابعي جليل، فهذا تستأنس به وتستأنس به في فهمه، لا سيما إذا اتفق مع أفهام غيره، إذا اتفق هذا الفهم مع فهم غيره فهذا يزيدك يقينا في المسألة. فالمراد إذا قيل أهل الأثر أو أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة فهم تطلق على فئة واحدة وهم الأمة، وليسوا لأن الفرق ما هم أهل الشذوذات والفرق، هم الأمة، هم أهل السنة الأمة. ولذلك لا يعجبني أحيانا بعض الناس يقول مدرسة أهل السنة والجماعة، مدرسة الاعتزال، مدرسة كأنها مدارس، فيقول مدرسة الاعتزال، مدرسة التصوف، مدرسة أهل السنة والجماعة،
فهو بهذا يقزم من أهل السنة والجماعة، كأن ثلاث مدارس بجنب بعضها كل واحد له طريقة، ليس كذلك. الأمة كلها أهل السنة والجماعة الأمة، وأما أهل الشذوذ وأهل البدع فهم مقبوعون قليلون، لا يوبه لهم ولا يلتفت لهم. وإن كثروا في الأزمنة الأخيرة، خاصة عندما يتولى منهم سلطان فيكره الأمة كما حدث في عهد المامون، فإنه أكره الأمة على الاعتزال، ولذلك حصلت فترة الخلق بخلق القرآن. وكما تولى أشخاص من الأشاعرة فإنهم حرفوا الأمة، وكما تولى أشخاص من الشيعة فإنهم حرفوا الأمة، حرفوهم، لأنه إذا اجتمع السلطان والناس يتعلقون بالسلطان رغبة أو رهبة فيأتي الانحراف. ولذلك لا يقف أمام هذه الانحرافات الكبيرة إلا الرجال العظماء. يعني أحمد بن حنبل وقف كالجبل الشامخ لما حدثت فترة الاعتزال، ومنها القول بخلق القرآن، وقف كالجبل الشامخ حتى انتصر بعد ذلك ورد الله عز وجل الناس إلى السنة. مثل شيخ الإسلام بن تيمية في زمنه كانت الانحرافات كثيرة في المؤلفات، كثيرة جدا، حتى أنه حوكم مرار وأدخل السجن ومات في السجن، لكنه يعني عالم أمة لا بد أن ينافح عن الدين ليرد الناس إلى دين الله عز وجل. أيضا هو أشار في مسألة الاقتداء إلى ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بيان للدين، وما يفعله من أشياء جبلية، يعني ما يفعله جبلية. فالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعله لبيان الدين، هذا الاقتداء. أما الجبلية فمن اقتدى بصفاته الجبلية في الأكل في الملبس في نحو ذلك ونوى نية حسنة فإنه يؤجر على ذلك، لكنها من المباحات. يعني مثلا كانوا يلبسون إزارا ورداء، فلو ما لبس إزار ورداء ما هو كره للبس الرسول صلى الله عليه وسلم أو كره للبس العرب، لأن نهي أن يتعلم الناس رطانة الأعاجم وأن تعجبهم حالة الأعاجم، لأن اللباس له تأثير في التميز، تميز الشخصية. لكنه يختلف الاقتداء عن الأشياء الجبلية، الأشياء الجبلية التي لا تعجب الشخص فلا يلزمك الاقتداء بها. ومن أصرح الأدلة على ذلك لما جيء بضب مشوي، تعرفون الضب، هذا الضب من الصيد مباح، يأتي في البراري وهو صيد يؤكل، لكن أكثر ما يعني اللي في الجبال قليل، أكثر ما يوجد في الأرض السهلة، ولذلك ما كان يوجد بكثرة عند قريش في الأرض الجبلية. فجيء بضب مشوي ووضع على مائدة الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عنه فقالوا ضب، فما أكل منه، فقالوا أحرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لا يوجد في أرض قومي فأجد نفسي تعافه. إذن كونه نفسه ما استساغت الضب لا لحرمته ولا لكراهيته، وإنما ما تعود عليه، مجرد ما تعود عليه، ما لا يوجد في أرض قومي فأجد نفسي تعافه. قال خالد بن الوليد: فاجتررته من شق الرسول صلى الله عليه وسلم وأكله على مائدته، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنة يسمى السنة التقريرية، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو موافق للسنة. لكن لا يأتي شخص ويقول أنا أريد أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم
فكون نفسه تعافى فأنا أعافى، وهو لا يجد هذا، لا يلزم كذلك، لا يلزم كذلك، هذا يسمى جبلية. لكن لو شخص يعني تابع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم الجبلية محبة في الرسول كما كانوا يذكرون عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يجتهد في هذا اجتهادا واضحا للناس، فيؤجر على هذه النية، لكنها لا تلزمه، لا يعني لا يلزمه النواحي الجبلية أن يجتهد في أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها. طبعا هو هنا ذكر أقوال أربعة في معنى السابقين الأولين، فقال من هم السابقون الأولون، لأنه مر معنا بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن هم السابقون الأولون؟ فقيل المراد من صلى إلى القبلتين، هذا قول السابقون الأولون، من صلى إلى القبلتين يعني صلى إلى بيت المقدس ثم لما نسخت القبلة إلى الكعبة صلى إلى الكعبة، فهذا يدل على أنه متقدم وأنه من السابقين. والقول الثاني قال هم الذين أسلموا قبل الحديبية، قبل صلح الحديبية الذين أسلموا قبلها من السابقين الأولين. والقول الثالث من أسلم قبل فتح مكة. والقول الرابع هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار الذين حضروا موقعة بدر. ثم رجح ما يراه صوابا فقال والصواب في ذلك أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، قبل صلح الحديبية، لأنه بعد صلح الحديبية توجه الناس للإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، فصارت يعني التمسك بالإسلام ما فيه مشقة عظيمة والنفقة ونحو ذلك، ولذلك يختلف الذين أسلموا قبل صلح الحديبية من الذين أسلموا بعده، وهذا هو الذي رجحه، قال والصواب في ذلك أنهم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام، وذلك لقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلا وعده الله عز وجل الفضل العظيم والجنة، لكن السابقون الأولون لهم مزية عظيمة لأنهم قاتلوا في وقت الخوف وأنفقوا في وقت الجوع والشدة وصابروا، فهؤلاء أفضل من غيرهم، ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، قاله لرجل من الصحابة، قاله لرجل من الصحابة وله مكانته في الصحابة، لكنه سب شخص من السابقين الأولين فحذره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أحد عرضه 3 كيلو، لو أنفقت مثل أحد ذهب ما بلغت مد أحدهم ولا نصيب، لأن الطاعات تتفاضل بكيفياتها، يعني أحيانا الإنسان
يأتي بطاعة تحرق جميع الذنوب، وأنت تراها بسيطة لكنها تحرق جميع الذنوب لما اقترن بها من وسائل شتى، تقترن بها وسائل شتى. ولذلك ذلك الرجل الذي جاء ضيف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل نساءه: هل عندكم شيء نعطيه الضيف؟ فقالوا: ما عندنا شيء، ما عندهم، ما فيه، ما فيه إلا الماء، ما فيه شيء يضيفون به، حتى التمر اللي يريد ما كان فيه يضيفون الضيف. فقال: من يضيف هذا؟ فقال رجل من الحاضرين: أنا يا رسول الله. فأخذه يظن عنده شيء، يظن في بيته شيء، فلما جاء إلى بيته قال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وبأي شيء؟ ما في شيء، ما عندي إلا عشاء الصبيان، ما في إلا العشاء اللي خاص بالصبيان، جهزوا للصبيان الصغار. ففكر في حيلة، قال: يعني أشغل الصبيان، تضع ماء في قدر على النار كأنه العشاء ينتظرونه، وتجهز العشاء للضيف، ثم قدم العشاء للضيف وأطفأ السراج حتى يظن أنهم يأكلون ويرى القدر وهو ما فيه إلا الماء، قدر يغلي بالماء. انتهى الضيف، تعشى الضيف وذهب، لكن الله أخبر رسوله بما صنع هذا الرجل. فجاء هذا الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تعجب الله من صنيعكم البارحة. فهذه يعني مواقف عظيمة يبارك الله فيها لبعض الناس فيرتفع قدره وتحرق الذنوب. يعني موقف كمثل هذا يحرق ذنوب كثيرة جدا. ولهذا الأعمال تتفاضل بحقائقها لا بصورها. فقد يصلي شخص ركعتين ويصلي الآخر ركعتين بجواره، وبين هذا كما بين السماء والأرض. إذن الشيخ يرجح أن هؤلاء السابقون الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، ثم ذكر أيضا مسألة وهي في غاية الأهمية حقيقة، انتبهوا لها. ذكر أن المهاجرين والأنصار اسم من الله، اسم من الله، ما هو اسم مبتدع، لكن أحيانا يحف بالاسم الصحيح تعصب وانحراف في الحب والبغض فيخرجه عن مكانه الصحيح. من أين أخذ المؤلف هذه؟ أخذ المؤلف مما حصل بين مهاجري وأنصاري في إحدى الغزوات. المهاجري أو الأنصاري ضرب أحدهم الآخر، فلما ضربه التفت إلى المهاجرين وقال: يا للمهاجرين، يعني افزعوا معي انصروني، يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. والمهاجرون والأنصار اسم شرعي، لكن سلك بها مسلك التعصب والتحزب لغير الحق، سلك بها مسلك التعصب والتعصب لغير الحق، يعني يا للمهاجرين انصروني لأني مهاجري، ولم يقل لأن الحق معي
وللأنصار لأني أنصاري. فلما سمعها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم؟ ولذلك بوب عليها البخاري في صحيحه: باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية. باب ما ينهى عن دعوى الجاهلية. ولذلك هذه تكثر الآن كثيرا بين الدول وبين القبائل وبين الشعوب وبين الجماعات وبين الأحزاب، كل يريد أن ينصر. أنا من البلد الفلاني انصرني، وأنت منه انصرني، أنا من القبيلة الفلانية وأنت منهم انصرني، أنا من الجماعة الفلانية وأنا منهم انصرني. وهذا النهي عن التحزب لغير الحق، هذا الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم: أبدعوى جاهلية وأنا بين أظهركم. ولذلك من مساوئ الديمقراطية المعاصرة هي تحزيب الناس، والنصرة على الحزب. يسمي الحزب مثلا حزب كذا حزب كذا، فينضم إليه أشخاص، ثم يعلن الموقف ويقول: هذا موقفنا، قفوا معنا. فهذا موقف الحزب، ولو كان باطلا، لو أنه وقف باطلا. فهذا دعوة الجاهلية، لأن الدعوة الصحيحة أن تدعو للحق وتنصر الحق، وإلا ما في أفضل من اسم الأنصار والمهاجرين في الأسامي، ما في. لكنهم لما حرفت عن وجهها الصحيح أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ما بال دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم؟ فأنتم انظروا في الدعوات المعاصرة، هل في أحد يقول انصروني لأن الحق معي، أم يقول انصروني تقف معي في هذه القضية من غير ما تسأل عن الحق؟ ما تقف معي وأنا ابن بلدك؟ ما تقف معي وأنا من دولتك؟ ما تقف معي وأنا من قبيلتك؟ فهذا دعوة الجاهلية، ما بال دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم. ولهذا ناقشها الشيخ وأفاض فيها، جزاه الله خيرا، يعني كلامه كثير أنا لو أقرأ عليكم، لكنه أفاض فيها وأجاد حقيقة، واستثنى يعني استثناءات، استثنى استثناءات، لأن الناس يغلون، يعني إما أن يحارب الناس بما عندهم من حق وباطل، وإما أن يتبعهم بما عندهم من حق وباطل، وهذه مشكلة كذا وكذا. يعني يأتي شخص من المسلمين عنده انحرافات، لكن بقيت له أخوة الإسلام، وبقي فيه من التقوى نصيب، فيأتي شخص ويعاديه. لماذا تعاديه؟ قال: لأنه من الحزب الفلاني. فهل تجرد من الفضائل؟ قال: لا، ما تجرد من الفضائل، لا، ولو تجرد لكفر، لو كان من الكافرين لا، هذا شخص صح الكفر يهدم كل فضيلة. هل كفر؟ قال: لا. إذن بقي له شيء من الحقوق، فأنت ما تأتي وتسحقه وتمنعه حقوقه جميعا، ولا العكس، لأن المسألة لا بد من الاعتدال، فتميز الحق من الباطل. ولذلك الآن بعض من الناس، وهذه حقيقة مشكلة معاصرة فعلا ومؤذية حتى لبعض الدعاة وطلاب العلم، مؤذية، يعني يريد مثلا شيخ جليل من أهل السنة أخطأ في مسألة من المسائل، يريدك تتبرأ منه تمام،
ويجعل تعاونك معهم مسبة لك. يا ابن حلال، ما كفر الرجل، كيف ما أتعاون معه في الحق؟ أما الباطل فلا تتعاون معه. ففي غلو في هذه المسائل، غلو في هذا الزمن في الأحزاب وفي بعض طلاب العلم، غلو إلى درجة أن بعضهم خلاص يكفي أن تقول أنه رأيته يمشي مع فلان، أو رأيته سلم على فلان أو نحو ذلك. فها وكذلك يعني كما جاء عند الأحزاب فهي أيضا عند الدول، يعني تجد مثلا دولة محددة تقول للدول الأخرى تقفون معي، هل الحق معكم؟ قال المهم تقفون معي. نحن مثلا دول شرق آسيا ولا جنوب آسيا نقف سوا، موقفنا واحد. من قال لكم هذا؟ الله يصلحكم. لا بد أن تنصر الحق ولا تنصر الباطل، فلا بد من الاعتدال. من تعز بعزاء الجاهلية فهذا هو الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، أبي دعوة جاهلية ونحن وأنا بين أظهركم. وهو أيضا ناقش المسألة من ناحية أنها يعني لما تسمى قبيلة للتعريف، الاسم للتعريف، وفيه فهذا لا حرج فيه. يقول أنت الأسماء التي للتعريف، تقول المهاجرين، الأنصار، قبيلة قريش، كذا كذا، هذا لا حرج فيه، وتعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس، وكان ينسب الناس لقبائلهم، بل لها مدخل حتى في تنظيم الجيوش. فمثلا يقول يعني الأنصار بالذات، المهاجرين والأنصار هذه كتيبة واحدة، لكن في غيرها يقول مثلا القبيلة الفلانية عندكم أيمن المعسكر، القبيلة الثانية عندكم، لأنهم يعني هذا أدعى أقوى للقتال، وليس هذا قادح بالإخلاص، لكنه إذا رأى الناس يقتلون أخاه أو أباه أمامه يتحمس زيادة. ولذلك لا حرج أن تجعل أيمنة الجيش للقبيلة الفلانية وأيسر الجيش للقبيلة الفلانية. وكان بعض القواد لما يدعون إلى القتال يقال يعين القائد، أول ما يعين القائد ويكون زعيم من قبيلة كذا، فيقول نريد أن نغزو المكان الفلاني والقائد فلان. فالذي يريد أن يغزو معه يسجل اسمه معه، فيأتي إليه فئام من قبيلته يغزون معه، ينصرونه وينصرون الإسلام ونحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وبحمدك.